مشاهدينا الكرام، ارحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج الملف. الملف هذا الأسبوع يتحدث عن بدء العد التنازلي لانتخابات ثالثة إسرائيلية. هل سيكون هناك ضمن سيناريوهات الانتخابات القادمة الحديث عن انتخابات رابعة؟ وأيضا سنتساءل ماذا عن السلوك الإسرائيلي تجاه قطاع غزة ما بعد الانتخابات وأيضا ما بعد الانتخابات ماذا عن هذا السلوك تجاه القدس والاستيطان والضفة الغربية؟ هذه المحاور واكثر اطرحها على ضيفي الكريم الاستاذ توفيق ابو شومر الباحث والكاتب في الشؤون الاسرائيليه فاهلا بكم واهلا بضيفي الكريم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. يعني نبدا ما ايام تفصل عن بدء الانتخابات الثالثه الاسرائيليه حول سيناريوهات هذه الانتخابات وهناك استطلاع راي يعني مؤخرا يتحدث عن نسب عاليه لمعسكر الليكود ولكنها ايضا تحمل عده سيناريوهات. يعني دائما انا اقول ان الساحه الانتخابيه الاسرائيليه ساحه متفجره ومتغيره يمكن ان تتغير في اخر لحظات قبل ساعات محدوده من الانتخابات، لذلك علينا الا نتوقع كثيرا لان هناك مفاجات في الطريق، ابرز هذه المفاجات ان هناك ايضا حدثا مهما ربما لم يطرا قبل ذلك وحدث حدث سيناريو مرض الرعب وهو الكورونا، هل سيتوجه الناخبون بنسبة عالية أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح الآن وهذا الذي يسعى إليه نتنياهو لأن الذين دائما يحجمون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع للأسف الشديد هم اليساريون، هم الذين يناصرون حزب أزرق وأبيض. أما اليمينيون فهم هؤلاء لا يكترثون بهذا المرض ومن هنا فإن هناك نتائج قد تكون غير متوقعة. هذه النتائج قد تصب في خانة الليكود لذلك هذه النقطة هي النقطة المركزية الرئيسة الآن مضافا إلى ذلك أيضا هناك أشياء كثيرة تؤثر في الساحة الانتخابية ولا أحد يعرف بالضبط إلى متى وكيف ستنتهي الأمور أو كيف ستكون النتيجة يوم ثلاثة ثلاثة يعني بعد انتهاء الانتخابات ما هو المعسكر الذي يستطيع أن يشكل حكومة هل هو اليسار أو المزعوم باليسار ولكنه ليس يسارا وهو أزرق وأبيض وما النسب المئوية التي يمكن أن يحصل عليها تحصل عليها القائمة المشتركة ونسب ليبرمان كل هذه الأمور حتى اللحظة ما تزال في طور الاستنتاجات الاجتهادية ولكن هل يتوقع أن ما حدث مؤخرا قد يتكرر؟ هل بالإمكان أن يكون هناك انتخابات رابعة فعليا بناء يعني على التغريدة هذا مهم جدا هو هذا سؤال مهم جدا يعني لكن حتى الان الراي العام الاسرائيلي يرفض اجراء انتخابات رابعه ومن هنا انا اعتقد ان المحرك الرئيسي سيكون ليبرمان ايضا ليبرمان هو دائما الذي سيؤثر في الانتخابات ونعتقد انه قد اعلن رايه بانه سينضم الى احد الفريقين هذه المره ولا تجرى انتخابات رابعه وهذا وهذه هي النقطه ربما تكون النقطه المركزيه ما بعد الانتخابات يعني نتحدث عن صبيحه اليوم الذي يلي فورا اعلان النتائج بين تشكيل الحكومه الاسرائيليه القادمه هذا في حال طبعا كان هناك نسب متفاوته وحسمت كما يعني تحدثنا قبل قليل بعيدا عن سيناريو الانتخابات الرابعه نتحدث عن السلوك الاسرائيلي سياسيا بناء على هذه التشكيله المتوقعه بخطين متوازيين ماذا عن غزه ماذا عن الاستيطان ماذا عن الاغوار عن القدس وخلاف ذلك يعني حتى اللحظه كل الامور حتى اللحظه غائمه وغير معروفه لان هناك شهر ونصف ايضا هذه الشهر ونصف قد تعطى لتشكيل الحكومه وربما تجدد مره اخرى هناك سيناريو لا يقل عن ثلاثه الى اكثر من اربعه اشهر حتى اللحظه وهو الجو غائم لا تستطيع ان تؤكد ذلك مع استمرار الاستيطان، يعني خلال هذه الفترة سيتمكن نتنياهو الآن من تسويف قضايا الفساد التي هي تطارده، مضافاً إلى ذلك أيضاً ربما ملف غزة ينفجر في أي لحظة بعد الانتخابات، هذه نتيجة أخرى، مضافاً إلى ذلك ما يحدث الآن على الساحة الاستيطانية وهي المهمة جداً، هذه الساحة الاستيطانية بالأمس. قضى نتنياهو ونفتالي بنت على اخر فرصه لتشكيل الحكومه الاسرائيليه الحكومه الفلسطينيه او الدوله الفلسطينيه اسف وهي اغتصاب منطقه اي يعني اغتصاب منطقه اي تعني بالضبط انهاء قصه التواصل بين الضفة الغربية والقدس وبيت لحم وغيرها ومن هنا فإننا سنعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر من جديد نحن الفلسطينيين لذلك علينا ألا نتوقع كثيرا مما هو جار الآن حتى لو شكلت حكومة بقيادة بني جانس أيضا بني جانس مع أيضا إسرائيل بيتنا أنا أعتقد أيضا أن هذه الحكومة لن تجرؤ على أن تعيد مرة أخرى إيقاف الاستيطان أو أن توقف النشاط ما يسمى بين قوسين النشاط الاستيطاني. بالفعل يعني النشاط الاستيطاني كما تحدث مهما تعددت الحكومات او تغيرت الاوجه هو الركيزه الاساسيه لاستمرار اسرائيل او ارضاء الناخب الاسرائيلي وخلاف ذلك سيبقى دائما الاستيطان، لكن هل سيكون هناك فارق؟ يعني حينما نتحدث عن الاداره الامريكيه، اداره ترامب التي دائما ما دعمت نتنياهو وكانت صفقه القرن بمثابه هديه. لترامب صفقة ترامب نتنياهو، وهل بالإمكان أن نتحدث عن مؤشر مغاير قادم؟ التصريحات الأخيرة للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية والذي يتحدث عن إلغاء نقل السفارة، عن أجندات مغايرة، هل هذا الحديث الآن سيغير، سيضيف، سيعكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي تجاه القضية؟ يعني هذا سؤال مهم جدا في هذا الوقت، لأنه هو السؤال الذي يتردد الان في المحافل الاعلاميه وهو ماذا سيكون شكل الحكومه الامريكيه القادمه او الرئاسه الامريكيه القادمه هل هم الديمقراطيون ام هل هم جمهوريون طبعا واذا كانوا الديمقراطيون هل هم بيرني ساندرز مثلا وهو الذي يغرد خارج السرب ام سيكون ايضا جو بايدن يعني هناك اكثر من سيناريو ولكن حتى اللحظة هناك هجوم شنيع على بيرني ساندرز وهذا الهجوم ينطلق من أن هذا الرجل هو يهودي في الأصل لذلك هو يقول أنا أعتز بيهوديتي وعلى الرغم من ذلك فأنني أشجب حكومة إسرائيل وأشجب أيضا عنصرية نتنياهو وهذا هو الذي جعل الإسرائيليين كلهم يثورون ضد بيرني ساندرز حتى أن هناك 347 حاخام إسرائيلي وقعوا على عريضة ضد بيرني ساندرز معنى ذلك أنهم لن يصوتوا للحزب الديمقراطي وهناك أيضا استعدادات ضد بيرني ساندرز هناك ثورة في أمريكا هذه الثورة لها مفهوم آخر مغاير وهي أنهم هل تستعيد أمريكا ديمقراطيتها الحقيقية أم انحيازها لإسرائيل سيجعل ديمقراطيتها تهتز هذا هو السؤال يعني هو ليسوا مناصرين لنا ولكنهم هم مناصرين لديمقراطيتهم ولقضيتنا الفلسطينية التي تمثل الحل العادل هذه نقطة مركزية أساسية كيف نستثمرها ونحن هذا هو السؤال يا وهذا السؤال, يا السؤال الذي كنت سأشير له ولكن قبل هذا السؤال يعني دائما الحديث عن كيفية استثمار ذلك لخدمة القضية الفلسطينية أو التأكيد على الحقوق والثوابت سبق أن تحدثت أمريكا عن شرعنة كاملة للاستيطان وللمستوطنات، الحديث الان ان ترامب يهدي نتنياهو لينقذه في الانتخابات من قضايا الفساد وبالمقابل سيرد الدين ايضا نتنياهو ليكمل ترامب الصراع القادم على الرئاسه الامريكيه، كلاهما يعني يتبادلان المصالح ولكنها تبقى على حساب القضيه الفلسطينيه. نعم هو حقيقه حقيقه نحن الضحيه في كل الاوقات نحن الضحيه ولكن هل يمكن ان نستثمر ذلك هذا هو السؤال المهم وهل يمكن ان نستثمر ذلك ونحن في حالتنا الراهنه يعني نحن منقسمون هذه النقطة هي النقطة المركزية الانقسام هذا الانقسام هو الشق الرئيسي الذي يضعف توجهنا إلى العالم ويضعف توجهنا في العالم العربي وفي العالم. هذه مشكلة أنا لا أريد أن أكررها لأن دائما أكررها في لقاءاتي ومن هنا يجب علينا أن نستعيد وعينا قبل فوات الأوان لأن المركزية الآن مركزية الاستراتيجية الصهيونية تقتضي إكمال المشروع الصهيوني إكمال المشروع الصهيوني يعني ليس فقط اغتصاب الأرض الفلسطينية بل اغتصاب القدس أيضا يعني القدس لم تعد موجودة عند كثيرين من, من الآخرين لأن هم حتى في مشروع صفقة القرن هناك أيضا ضم لمناطق بادعاءات مسيحانية إنجيليكانية يعني هناك رؤية أكثر من الرؤية الصهيونية وهي التي يتزعمها ديفيد فريدمان وهو سفير أمريكا في إسرائيل، هذا يتزعم رؤية غريبة أن القدس هي هي مركز للمسيحيين الإنجيليين ولا يكون لهم وجود بدون وجود دولة إسرائيل، إذا نحن لسنا موجودين عند هذا التيار لذلك علينا أن نستعيد وعينا قبل فوات الأوان في هذه النقطة بخطة. يعني الحديث عن صفقة القرن وكأنها فعليا نفذت يعني هي أعلنت وهي فعليا مطبقة ومنفذة على أرض الواقع بالأمس كان هناك وضع يافطات وحديث عن وجود وفد أمريكي لتنفيذ هذه الخطط فعليا على يعني بالمقابل حل الدولتين غير موجود وبالمقابل ما تبقى لاسناد القضيه الفلسطينيه او اثبات الحقوق هو ايضا غير موجود يعني انا هذا المشروع انا اعيده مره اخرى هذا موجود في الدرج منذ زمن القديم يعني هذه الصفقه موجوده منذ زمن القديم في ادراج اسرائيل منذ مشروع الون مشروع الون عام 1967 عقب الحرب باشهر هذا بالضبط هو المشروع نفسه هذا المشروع نفسه الان يطبق بالاضافه الى ذلك مشروع الرباعيه الدوليه 2003 ايضا هي ايضا نفس المشروع اسرائيل تطبق نفس المشروع وما صفقة القرن سوى السلم الذي تصعد به اسرائيل بدعم امريكي وبقوة امريكية نحو تحقيق هذا الهدف، يعني هذا هدف مرسوم منذ زمن بعيد للاسف الشديد، نحن استيقظنا متاخرين وعلينا ان نكون اكثر وعيا، يعني هناك عمليات شجب وهذه كلها عمليات رد فعل طبيعية وايجابية، انا اعتقدها بشكل طبيعي ولكن هل ستستمر؟ هل ستثمر؟ هذا هو السؤال المطروح الان علينا يعني كيف نجعل هذه الهبة الشعبية وهذه الانتفاضة انتفاضة كبيرة تحقق أهدافنا بدون أن يكون لنا استراتيجية لمحاربة هذه الصفقة حتى اللحظة نحن لا نملك هذه الاستراتيجية للأسف الشديد ومن هنا فأني أعتقد أن المخطط كما أشرت تغريد قبل قليل يسير في طور التنفيذ خطوة وراء الأخرى للأسف الشديد ويبدو أنه سيحقق آخر نتائجه وهو إقصاؤنا أو في مشروع ألون ليست هناك دولة فلسطينية بالمناسبة هناك منطقة تتبع الأردن يعني هذا هو المشروع الرئيسي نعم وهناك دولة درزية في مشروع ألون دولة درزية في هضبة الجولان يعني ليس هناك فلسطين بالمطلق في مشروع ألون وهذا ما يحققه الآن نتنياهو ويحققه أيضا معه دونالد ترام طبعا نتنياهو يحققه بالخطة اليهودية أما دونالد ترام فهو يخططه بالناخب اليهودي الذي يدعمه في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المسيحاني الأنجيلي نذهب إلى غزة أتفضلي غزة يعني من جديد تعيش حالة لا حرب ولا سلم اللا هدوء والهدوء الحذر والترقب الدائم يعني قبل عدة أيام أو قرابة نهاية هذا الأسبوع نكون قد انتهينا من جولة تصعيد جديدة ولكن فور انتهاء هذه الجولة كان هناك تهديدات مباشرة للجهاد أن المرة القادمة ستطال من جديد كوادرها أو عناصرها في غزة وفي دمشق. إلى جانب أيضا التأكيد أن ما بعد الانتخابات سيكون هناك ما يسميه الاحتلال بحملة عسكرية واسعة. غزة من جديد إذا ستكون أمام تصعيد أو هناك حرب رابعة بناء على ما يتوقع بعد نهاية هذه الانتخابات. يعني أنا دائما عندي تعبير أقول أن غزة وسيلة إيضاح. يعني الملف الرئيسي عند نتنياهو وحكومة اسرائيل ليس غزة. وإنما الملف الرئيسي هو الإيران وحزب الله هو الملف الأهم أما غزة فهي وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن أن تحقق بها أهدافها أبرز أهدافها أنها تعتزم أيضا تنفيذ مشروعها الرئيسي وهو إنشاء دولة فلسطين في غزة فقط هذا هو المشروع الرئيسي لا يمكن أن تغتصب الضفة بدون أن يكون هناك مشروع وهو أنكم تريدون دولة هذه الدولة في غزة وإذا أردتم توسيعها فوسعوها ولكن ليس على حسابنا أما الضفة فهي أمر مفروغ منه وهذا ما تنص عليه المبادرة الإسرائيلية يعني هناك البروفيسور أرنون سوفير الذي رسم لهم الخارطة منذ سنوات في 2001-2002 وأخرج حتى مثلث وادي عارة مثلث وادي عارة أخرجه أيضا من إسرائيل ليضمه إلى السلطة الفلسطينية وهذا ما جاء في مشروع صفقة القرن هذا كله ضمن استراتيجية إسرائيل لذلك لا غرابه عندما نرى ان غزه ربما هي ملف صغير اذا قيس بملفات اسرائيل الكبرى ولذلك فان ايضا تستخدم معها السياسه المشهوره المدعاه سياسه الجزره والعصا هي عمليه اسكات لحين تحقق الحل النهائي والحل النهائي هو ان يكون هذا الحل هو على حساب فلسطين ان تكون هناك دوله في غزه اسمها دوله فلسطين ولكنها ليست دوله يعني ولكن هذه النقطه يعني لذلك ستبقى غزه امام تسهيلات مجتزئة تسهيلات وهميه تارة يتم اعطائها وكانها جزره كما تحدثت وتاره يتم سحبها والغائها بالكامل وكانها العصا وتعود الكره من جديد بعد كل تصعيد او قبل كل تصعيد اذا يبدو انها تغذي الانفصال لابقاء الدوله القادمه فقط بامتداد سيناء او في قطاع غزه فقط وهي يغذيها الانقسام واستمراره بالمقابل هذا بالتاكيد هو المشروع هذا المشروع هل سيتحقق هذا هو السؤال اسرائيل الان حتى اللحظه لم تنجز مشروعها النهائي في غزه يعني مشروعها النهائي في غزة مرجأ كما يقولون، تريد تحريض العالم على غزة حتى تجد مبررا لشن عملية عسكرية كبرى على غزة، وهذا هو المشروع الرئيسي الذي هو مدخر في أدراج إسرائيل، هذا المشروع المدخر وهو ترحيل سكان غزة أو إجبارهم على الرحيل هو ضمن استراتيجيات إسرائيل، وعندما يحدث ذلك إسرائيل لن يكون لها من يعني يوقف مسيرتها لان امريكا تدعمها مضافا الى ذلك كثير من الدول العربيه ايضا اصبحت داعمه لها هناك ايضا مشاريع عديده لم تصبح اسرائيل عدوا لدودا للعالم العربي وعدوا لدودا للمسلمين وانما غيرت موقفها الان واصبحت الزيارات السريه او العلنيه التي اصبحت واضحه الان بالتاكيد هناك تحالف جديد في الشرق الاوسط في القديم كانت المشكله الفلسطينيه والمسألة المساله الفلسطينيه هي المساله الناظمه للشرق الأوسط الآن ليست المشك... المسألة الفلسطينية هي المسألة الناظمة المسألة الناظمة الآن هي قضية السلاح النووي وقضية إيران وقضية فيروس الكورونا ربما هذه كلها مقدمة على مشكلة فلسطين لأن مشكلة فلسطين اندحرت في النهاية هذه كلها ضمن استراتيجيات ما يحدث الآن في عالم اليوم علينا أن نكون أكثر وعيا وأن نوقف هذا التدهور الفلسطيني الفلسطيني على وجه الخصوص والفلسطيني العربي أيضا و هذا يؤدي إلى أن إذا أوقفنا أنا أعتبر أن هذا يعتبر نجاح مهم جدا لنا أختم مع غزة يعني قبل اغتيال أبو العطاء كان هناك حديث حول نية تصفية المقاومة وسلاح المقاومة استهدافه بشكل مباشر وأن هناك نوايا لاغتيال قيادات من جديد كان هناك ذات السيناريو ان هناك ضربه جديده للقطاع، اولا كانت حمله عسكريه، ثم الحديث عن نقل رسائل عبر الوسطاء بشكل غير مباشر، هل يتوقع ان تنفذ اسرائيل اغتيال قادم؟ لانها تحدثت عن ذكر اسماء في القيادات سواء من حركه حماس او من حركه الجهاد الاسلامي من جديد، وهل هذا سينذر بالفعل لابعد من جوله تصعيد وتذهب باتجاه اكبر نحو حرب رابعه على القطاع؟ لنختم بهذا المحور يعني تغريد تعرفين الان ان هناك استراتيجيه في الجيش الاسرائيلي وهذه الاستراتيجيه قد وضعت الان حديثا وهي لها ثمن 50 مليون دولار ربما ستكون لها هذا الجيش جيش اسرائيل سوف يقتطع من الميزانيه هذا المبلغ الضخم ولهدف تنفيذ عمليات كبرى ابرزها عملية في غزة هذه يعني موجودة على الأجندة في أنه شكل هيئة خاصة لمتابعة هيئة استخبارية خاصة لمتابعة ولرصد تحركات القادة السياسيين في القطاع الجنوبي كما يسمونه آه هذه،, هذه ربما مهمة ولكن حتى اللحظة نحن عندما ننظر إلى ردود الفعل في إسرائيل نرى أنها إذا استهدفت أرضا خالية أو زراعية مثلا فإن هذا هو رد ليس هو الرد الحقيقي وإنما هو رد للإسكات والتخويف ولكن عندما تلجا الى اغتيال القاده وهي تعرف ان اغتيال القاده سيسبب حربا فانها تشعلها بسهوله لأن هذه النقطة الثانية نقطة في حال كان في نعم. مثلا في سوريا وفي غزة نعم في ذات نعم الوقت جبهتين نعم بالتأكيد بالتأكيد حتى اللحظة هي لم تنتقل إلى المرحلة الثانية وإذا انتقلت المرحلة الثانية معنا أنها ستنفذ خطتها الكبرى وهي أيضا الهجوم مرة أخرى على غزة أو شن حرب كبيرة على غزة وهذا ما لا نريده نحن وأرجو أن نتلافى حتى نتمكن من استغلال وضعنا الحالي لكي نعيد تعديل البوصله الفلسطينيه الفلسطينيه اختم بذلك كل شكر والتقدير لحديثك لحلقه هذا الاسبوع الاستاذ توفيق ابو شومر الكاتب والباحث في الشؤون الاسرائيليه شكري وتقديري لك كما هو ايضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعه لحلقه هذا الاسبوع دائما نلتقي في حلقات قادمه من برنامج الملف برعايه الله